الشيخ في خدمتكم، تفضل. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، تفضل. كومنت مواعيد النسهر وايد متاخر. نحن في نظامنا في الرعايه الصحيه الاوليه بدون مواعيد، يعني احنا عندنا الكيو سيستم اللي هي نظام الدور، اللي الواحد يجي في نفس اليوم يحصل على الخدمه بس بالدور، يعني ياخذ رقمه وينتظر الفتره اللي لما يدوره. وعلى فكره نظام الدور صار الحين بامكان المتعامل يوصل له عن طريق صحتي تطبيق الصحي، فهو قبل ما يطلع من بيتي يحجز دوره، لان احنا بعدنا ما عندنا كليه طب اسنان في الهيئه، فكل اللي بيشوفون شايله طبيبات، يعني عندهم شهاده طب في الاسنان، لكن مثل ما قلت لك في الاستشاري وفي الاخصائي، بس نحن بننظر في الموضوع وبنشوف على اساس ان هل شيء ما يتكرر مره ثانيه ان شاء الله. ترى عندنا مقترح على تويتر توفير عيادات جلديه في كل المراكز الصحيه. في عندنا عيادات جلديه، في عندنا مركز الامراض الجلديه قريب جدا من مركز الصفا، وفي عندنا عياده في البرشه، وفي عندنا عياده في نادي الحمر، وجاري العمل الحين مع اطباء الجلديه بان نفتح تخصصات جديده مثل عياده الشعر اللي هي مختصه يا اما بتساقط او بازاله الشعر، وان شاء الله راح يكون في المراكز الصحيه. فيقول كان التعامل جدا ممتاز وسريع وما خلوه يتريى وايد. الحمد لله.